في حال بقاء القوات الأمريكية في العراق، ماذا سيكون موقفكم منها؟ لا، ما عندي موقف شيء أصلا، ما له علاقة سواء بقاء أو طلع، إنما هذا يرجع إلى فتوى الحاكم الشرعي وأنا لست حاكم الشرعية. خب أكو فتوى بعدم الجهاد، خب طبعا هذا موجود، مع عدم إمكان كذا وكذا يسقط الجهاد، بل يحرم كل عدو كبير لا يمكن مقاومته أوقف عنه سواء كان تحالف أو غيره.